الحفل الكريم. هكذا بدأنا شوط البداية وهكذا شوط الختام يبدأ بهذا الجمال ويبدأ بهذا الشعار الجميل، شعار هج الرياسة في الصدارة مع مشكورة. شوط الختام مشاهدينا ودائما ختامها مسك، شوط من الأشواط الجميلة، أشواط التي تظهر فيها هذه الأسامي التي سوف تشاهدوها في أداء جميل وفي أداء مشاهدينا يسعد كل المحبين لهذه الشعارات الجميلة. نعود للشوط ونعود للأداء، نعود لمشكورة في مقدمة هذا الشوط من هجن الرياسة، ويقودها البارع عيسى بن أحمد الخيالي. تتقدم بكل براعة مع البارع في الصدارة. نعود للمركز الثاني، تأتي شواهين لتنتقل نقلة جميلة، شواهين وشواهين من هج الرياسة ويقودهم الاثنين بالمركز الثاني والثالث، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي كما قاده 10 نقاط أمسية جميلة مشاهدينا. النقل القادم والمركز الرابع من الجانب الآخر، أرى هناك الدخول مع انطلاقة مشاهدينا أداء جميل. يا مرحبا حي الركايب العام. الأداء جميل مشاهدينا، وهناك أرى دخول آخر وانتقال من الجانب الآخر كما نتابع هذا الانطلاق وهذا من المرموم بشعار أداء جميل، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يتقدم مع محمد بن جمعة بن عبيد بن دبيل الفلاسي، يتقدم في هذا الأداء، يتقدم الفلاسي في عاصمة الميادين بشعار من أحلى الشعارات هنا بالأداء جميل. النقلة القادمة مشاهدينا مع شواهين الأخرى في المركز الخامس من هج الرياسة، وتتقدم مع البروفيسور محمود. أما ننتقل مع مشكورة أخرى، والشكر موصول لكل المضمرين الذين يتابعون هذا الشعار، شعار الجماهير مع هج الرياسة والأداء الجميل. شكرا عيسى بن أحمد. نعود للدخول، نعود للانتقال التي وصلت الآن كما نتابع مشاهدين الزلهودة لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، الذي يتقدم مع زلهودة وزلهودة بهذا الأداء الجميل في المركز السابع والثامن والتاسع. وصلت هملولة الأخرى، وصلت هملولة من هج الرياسة مع أبو الجمايل مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. نتقدم كذلك مع انطلاق آخر ومع بهجة من هج الرياسة، أبو سعيد صالح بن سعيد بالعرج المري. من هناك من الجانب الآخر يتقدم مضمرا متابعا وهو أيضا سعيدا مع هذا الشعار الرياسي، وأيضا مشكورة أخرى تأتي في المركز التاسع لتكون قادمة بقوة مع أداء من هج الرياسة ومع البارع عيسى بن أحمد الخيالي، هملولة أخرى رياسية أخرى في المركز العاشر لتكمل هذه الحلقة التي مكونة من 10 أسامي في الدائرة الإعلامية التي تتجول بها كاميرات أبو ظبي الرياضية والعالية الجودة HD. شاهدينا في هذا الأداء الجميل، ما زلنا نتابع في هذا الأمسية الجميلة وهذه اللقطة الجميلة التي تبين لنا عاصمة الميادين بجمالها وبلقطاتها مع الدايركتر أسامة الهواري.
ونعود مع مشكورة ونعود مع الأداء ومع الكادر العلوي. وهذه الصورة الهدية لما ستهجن الرياسة من تتقدم بهذا الشكل الجميل بهذا الأداء الجميل مع شاهدينا في كل مكان. تتقدم مشكورة من هجن الرياسة ويتقدم البارئ عيسى بن أحمد الخيلي، يتقدم مع هذا الأداء الجميل، يتقدم مع المركز الأول ومع الصدارة ومع من تتقدم بهذا الشوط الجميل. نعود للمركز الثاني، هناك شواهين، هناك أداء آخر قادم بقوة كما قدم لنا هذا الشعار الأحمر الخالص، 10 نقاط في هذه الأمسية مع البروفيسور، مع الشهم، مع محمود، مع أيضا مشاهدنا أداء راقي وجميل. هنا أيضا اسم قادم وشواهين أخرى تنطلق في المركز الرابع الثالث والمركز الرابع من هجن الرياسة. هنيا لهجن الرياسة على هذه أيضا مشاهد الأعزاء الأداء الجميل، وعلى هذه أيضا الزلل المتواجدة في هذا الأداء وفي هذا الرقص وبهذا التميز الجميل مشاهدينا في كل مكان. هنيا لهجن الرياسة ومؤسسة هجن الرياسة العملاقة التي تملك الكثير والكثير من الأوراق الرابحة، نتمنى التوفيق لها وللمسؤولين عليها. مشاهدينا في كل مكان نعود ونتابع المركز السادس، أيضا هناك هجن الرياسة قدمت هملولة مع أيضا علي بن جميل الوهيبي. مشكورة أخرى قادمة كما هناك بهجة تتقدم الأخرى من هجن الرياسة، بوسعيد أيضا يتقدم، صالح بن سعيد بالعرج المري، بينما هناك اللي تقدمت الأخرى وهي الدرعية من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي، ومشكورة في التاسع والعاشر أيضا من هجن الرياسة مع البارع. شاهدين في كل مكان أينما كنتم ما زلنا معكم نتابع هذه الأسامي التي متشوقين ومتشوق الجماهير لهذا الشعار في القريب العاجل، نتمنى التوفيق لهذا الشعار الرياسي والشعار الذي بالفعل يأتي بقوة كما تابعنا في هذه الأمسية التي كانت أداؤه جميل وأداء راقي. أبشروا يا جماهير، أبشروا مع هذا الشعار الجميل. تتقدم هناك مشكورة وتتقدم شواهين بالصدارة ليقدم أحلى صورة ما شاء الله للعشاق والمحبين لهذا الشعار الرياسي. أيضا شكرا لكل من يتابع وكل من يضمر وكل من يتابع هذا الشعار. شوفوا على الشاشة صورة واضحة يا المخرج الدار أختر، لك التحية مع هذا الأداء، لأن خلف الشاشة هناك جماهير تعشق هذا الشعار بعشقا لا له حدود. هذه مشكورة تتقدم، وهذه شواهين أيضا معها، ما شاء الله البارع والبروفيسور يتقدمون بهذه الصورة الجميلة وهم أيضا سعداء مع هذا الشعار الأحمر الذي دائما يمر ويعبر. مشاهدينا في كل مكان نتابع معكم المركز الثالث، المركز الثالث هناك أداء جميل أيضا قادم من هجن الرياسة، هملولة تنتقل من هجن الرياسة مع أبو الجمايل، مع أحد أيضا مضمرين ومتابعين هجن الرياسة أيضا هو سعيد، وسعداء كلهم مع هذا الشعار ما شاء الله وتبارك الرحمن. تنتقل للمركز الثالث، هناك أيضا شواهين التي انتقلت ثالثا مع هجن الرياسة مع البروفيسور، نعم هناك كلهم ما شاء الله هجن الرياسة المركز الثالث، وهملولة في الرابع، وهنا أيضا وصلت الدرعية في الرابع في الخامس، ومشكورة أيضا واصلة في السادس، ومن الجانب الآخر بهجة وصلت في المركز السادس، وهناك من الجانب الآخر مشكورة أخرى. والكل يتابع هذه الشعارات بما شاء الله، يتابع عن قرب، يتابعون المشجعين، يتابعون الإخوة الذين أيضا يعشقون هذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة للشواهين وعودة إلى المقدمة، قدمنا يا أبو خالد، خلنا نشوف هناك شواهين من تتقدم، من تنطلق في هذا الأداء في المقدمة ما شاء الله وتبارك الرحمن. دخلنا في الكيلو الأخير وهذا هو شوط الختام، أحلى شواهين وأحلى مشهورة يقدما والمحليهن الأكثر يا شباب، هذا مشكورة اللي حليهن أكثر وأكثر وأكثر الشعار
الرياسي ما شاء الله وتبارك الرحمن. اتطمشوا يا جماهير اتطمشوا يا جماهير وتابعوا اللي بتتابعوا. وهنا شواهين من هجن الرياسة. شكرا يا محمود وشكرا يا عيسى على هذا الأداء الراقي الجميل اللي يقدم هنا مشاهدي الأعزاء في عاصمة الميادين. والمركز الثالث وصلت شواهين أخرى مشاهدينا لتكونوا متواجدة مشاهدينا من خلال هذا الأداء الراقي والاداء الجميل. حفل الكريم الاخوة المتابعون شوفوا الرقص. الله على الرقص. الله الله عيننا باردة عيننا باردة على الشعار الحمر. العين باردة ان شاء الله. قل هو الله حتى الله الصمد. ما شاء الله وتبارك الرحمن. عيننا باردة شعار يذيب المشاهدين شعار يذيب الملاك يذيب كل من يعشق الرياضة. هنيا لهجن الرياضة بها هذه المقاتلات الجميلة التراثية التي تحط رحالها بدون أوامر حتى خط النهاية. تقوم راس وتنهي الشوط راس وتسوي مشتهاها لجماهيرها. ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ولا آل تحرك. شواهين ومشكورة وشواهين ما شاء الله. في المركز الأول المركز الرابع هناك بهجة والمركز الخامس الدرعية والنتيجة النهائية بالإعادة والحركة البطيئة مع الدايركتور وسام الهواري. شاهدين في كل مكان أينما كنتم هكذا كان الشوط وكانت النتيجة النهائية. شوفوا ساعة وصول شواهين مشاهدينا التي وصلت والتوقيت الزمني مع شواهين 12:47 تسعة أجزاء من الثانية هو التوقيت الذي صاحب وصولها. تهانينا لهجن الرياسة وشكرا محمود بدون أوامر حتى خط النهاية. مشكورة كذلك الأخرى في المركز الثاني بدون أوامر حتى خط النهاية يسوى مشتهين. ولكن هنا شواهين أخرى أيضا مشاهدي الأعزاء في الفوتو فينيش تحط أيضا تهانينا لهجن الرياسة وشكرا محمود 12:48.3. ولا ننسى مشهورة أخرى من الجانب الآخر مشكورة عفوا مشكورة من هجن الرياسة وشكرا هجن الرياسة هنيئا لهجن الرياسة وشكرا عيسى بن أحمد الخيل البارع بالمركز الثالث. هكذا كانت النتيجة وهكذا كان مشاهدي الأعزاء ختام هذه الجولة التي عدينا من